اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الريصاني. اجواء مشمسة وصافية صبيحة يوم الخميس بالمنطقة، وانتم متابعي قناة شوف تيفي كيف داير الجو عندكم؟ يحز في النفس متابعي قناة شوف تيفي عند خروجي من حي تارقة الجديدة، اعوذ بالله من الشر الرجيم، تارقة الجديدة ولفناها من حي المدرسة، الا وانه امر يعني من مدرسة مولي علي الشريف العمومية. هنا اقف، ما والله ما غادي، واش غادي نقدر نقول لك اقف وقفة اجلال للاستاذتين اللي هما كيقريو يعني التحضيري والثاني، ولا غادي نقول الخزي والعار للوزارة لانها ما بغاتش دير الحل مع بعض الاساتذة. كنشوفوا الوليدات ديالنا متابعي قناه شوف تيفي كيجيو مع الامهات ديالهم من بعد اننا كنشوفوهم هما كيخرجوهم غير هكاك، كيف يعقل ان هاد الناس هادو غادي يقراو؟ كيف يعقل متابعي قناه الشعب ان هاد الوليدات غادي يقراو وغادي يستمروا في القرايه ديالهم؟ زيد على ذلك ان نقول مثلا هاد الوزاره ولانها غادي دير الحل، كيف يعقل ان هاد الناس واش غادي يدير لهم تسريع في الدروس ديالهم باش انهم يعوضوا ما فات او ما قراو من بدايه السنه وزادوهم السوايع وما تعوض ما فات؟ زيد على ذلك اننا غادي نشوفوهم دابا في هذا الانقطاع الدراسي وهذه الاضرابات المتتاليه، ومجموعه من الاباء والامهات في سبات عظيم، واساتذه في سبات عظيم، ووزراء في سبات عظيم، وام في سبات عظيم. كيف يعقل اننا نشوف الوليدات ديالنا كيضيعوا هكا؟ زيد على ذلك متابعي قناة شوف تيفي ومن منطقة الريصاني، من مدينة الريصاني ومن مهد الدولة العلوية الشريفة إقليم الرشيدية، أغلب ساكنتها وأغلب شبابها تبارك الله اللي قاريين ولا فرصة عمل. زيد على ذلك هذا الانقطاع ديال الدراسة تبارك الله اللي غادي يخلي غادي يجيب لنا واحد الجيل آخر، عاوتاني جيل آخر ما عرفناه واش غادي يقرا ولا ما غاديش يقرا. هنا كنشوفوا بان كلب هو اللي دخل، لا حول ولا قوه الا بالله، دخل يقرا. محمد الادريسي اللي كيقول المسؤولين لكل راعي وكل مسؤول عن رعيته، لكل راعي وكل مسؤول عن رعيته، والله المستعان. اخويا تحياتي ليك اخي الفضيل محمد الادريسي، تبارك الله عليك والشكر موصول ليك. اقسم بالله لا، هادشي يعني كيحز في النفس، كيحز في النفس انك تشوف مثل هاد الامور. فقط انه هاد الصباح يعني بغيت ندير جوله صباحيه ونقول صباح الخير لكل المتابعين والمتابعات، ولكن حيت تخرج وتشوف ان مجموعه من التلاميذ يعني كيمشيو وكيرجعوا فقط، وكتلقى الامهات ديال المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع والخامس، يعني اغلبهم يعني الامهات ديالهم اللي كيديوهم المدارس، الا واننا كنشوفهم متابعي قناه شوف تيفي كيرجعوا بهم خاويين الوفاض، كارطابلتهم فوق كتافهم، ولكن لا من مسؤول كيشوف من جهتهم. هنا كنشوفوا ان واش من الضروري ان الامهات والاباء هما الدور الكبير باش ان الوليدات ديالهم ما يضيعوش، على الاقل ان التعليم شي حاجه اللي هي جد خطيره. شنو هو الانسان الا ما كانش معلم؟ الانسان الا ما كانش قاري واحد شويه على الاقل؟ فهذا والله الا من العيب والعار اننا كنشوفوا غاديين في الهاويه. زيد على ذلك اننا منظمين كاس العالم وغاديين في المستوى الكروي، وزيد على المستوى الاقتصادي اللي كاين في المغرب تبارك الله، فكيف يعقل ان هذه الامور غادي تبقى هكا على هذا الحال؟ شعارات وتنديدات ووقفات احتجاجيه وهتافات ديال التلاميذ اللي كيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفوا دابا سبحان الله العظيم، حتى الواحد الثقافه ترسخات عند بعض التلاميذ، انهم مثلا حيت يخرجوا من المدرسه، وانهم يعني بحال اللي قلتي فرحانين بعدم الدخول ديالهم للمدرسه، ولا فرحانين بعدم القرايه ديالهم، حيت كاين اضراب، كيقولوا بانه كاين اضراب وفرحانين بزاف. يعني رسخنا لهم واحد الثقافه ديال الفرحه الا ما قراوش. ما هو تعليقكم متابعي قناة شوف تيفي حول هذه الكارثة العظمى اللي كنشوفوها
ما هو تعليقكم متابعي قناه شوف تي في؟ واش الوليدات ديالنا ما عندناش الغيره عليهم؟ كيفاش وليداتنا ما عندناش غيره عليهم بهذه الطريقه هذه؟ وكيف يعقل متابعي قناه الشاب اننا كنشوفوا فقط استاذتين غير مضربتين من مدرسه مولاي علي شريف ما بغاوش يديروا الاضراب؟ من حقهم، من حقهم ما بغاوش يديروا الاضراب وبغاو يقريو وليدات الشعب. هانتوما كتشوفوا الشعب وليدات الشعب ان الوليدات ديالكم ما كيقراوش، ووليدات اغلب المسؤولين، وليدات اغلب المسؤولين راه كيقراو غير في البريفي والمدارس الخاصه والمعاهد الخاصه، وفي الاخر يعني كيكمل قريته، ربما ان الاب نتاعو ولا الام ديالو كتكلف بها عاوتاني في الديار الفرنسيه والاسبانيه والبرتغاليه، والمهم في الديار الاوروبيه وغيرها، باش انهم يكملوا الدراسه ديالهم. وولد الشعب يقرا ويبقى ايضا شمور، يعيش في الشوماج. اغلب شباب هذه المنطقه اقسم بالله العلي العظيم يحز في نفسي ان اراهم، يعني كنشوفهم كي يعني فقط غير التعاطي للمخدرات، وقلت ما يدار كترشيها يا جل المتابعين اللي معايا في هذا البث هذا. اتمنى غيرة على وطننا، وغيرة على شعبنا، وغيرة على مجموعة من المناطق المنكوبة المنهوبة والمسلوبة، على الأقل أنها تعطاها واحد شوية الأهمية. الولد حيت ما كيقراش راه تنتمنى حتى من الأمهات، هذه رسالة للأمهات ورسالة للآباء، على الأقل حتى إلا ما قراوش يزيروهم واحد شوية. كتلغاش غادي يزير؟ اش غادي يزير؟ غادي يزير راه كيخرج باش انه يقلب على الطرف ديال الخبز في مدينه الريصاني ولا في مدينه الرشيديه ولا ارفود ولا الجرف ولا مجموعه من المناطق. من العيب والعار، من العيب والعار نشوفوا مثل هذه التصرفات، من العيب والعار ان الوزاره وكذلك حتى هي ساكته، من العيب والعار اننا كنشوفوا وقفات تنديديه واضرابات، والوليدات ديالنا كيف ما كنقولوا وليداتنا كيضيعوا. سماء الله الحمد لله هي صافيه واجواء رائعه ومثيره في هذا الاثناء صبيحه يوم الخميس بالمنطقه، وانتم كيف داير الجو عندكم؟ جميع هذا الجو هذا كنعيشوه وكذلك يعني مع الوليدات ديالنا. اما الحمد لله سماء الله وجو الله ولله الحمد عليه، لكن مسؤولي العار وناهي بالمال العام سرقوا كل شيء وخلاو بعض المناطق منكوبه. على سبيل المثال مدينة الريصاني، مدينة الريصاني لا تستاهل أن تكون في سنة 2023، ربما أنني أراها يعني في 1960 ولا 70 ولا على الأقل 80، نقدروا نعطيوها حتى 80. 2023 كنعيشوا هذه العيشة، عيشة الدبانة في البطانة. رسالة واضحة لكل مسؤول ولكل غيور، رسالة واضحة أيضا لأباء وأمهات التلاميذ، رسالة واضحة أيضا كنتمنى من الشباب العقال وأيضا بعض التلاميذ العقال تبارك الله عليهم، اللي حتى نتمنى أنهم حتى إلا ما قراوش على الأقل، على الأقل أنهم يهزوا واحد شوية كتبتهم وضفاطرهم، يديروا شي حاجة، يقراوا شي حاجة، لأن في الحقيقة وجل التلاميذ ديالنا أننا كنشوفوهم متابعي قناة شوف تي في هازين الكريتيبيلات، ماشي حتى كراتوبل، ماشي حتى شكاير، عامرينهم دير لهم 3 د الكيلو ولا 4 كيلو ولا 5 كيلو يعني في الكرطابل، وربما واش كاينه شي دراسه ولا ما كاينه شي دراسه. ومن هنا ومن امام مدرسه مولاي علي شريف اقول واحيي ايضا الاستاذتين واحيي كل الاساتذه، ربما ان الحمد لله كل واحد يعني ما مضرب الا وانه عنده حق، وكنتمنى التجاوب ديال الوزراء ديال وزاره التربيه انها يعني على الاقل تكون يكون جواب وتجاوب مع اساتذه، لانهم كيقريو ولاد الشعب، كتقري غير خويا وخوك وولدك، اما بالنسبه لنا الابناء المسؤولين وبنا سميتو راه كيقريوهم يعني اساتذه اخرين في مدارس خاصه.
الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، وهذه الاجواء متابعي قناه شفتها فيه من قلب مدينه الرصاني، اجواء اللي هي صافيه ومشمسه صباح يوم الخميس بالمنطقه. وانتم كيف داير الجو عندكم؟ وكانت رسالتي ايضا لانه حز في نفسي ان ارى يعني هاد التلاميذ هادو كيجيو كيخرجوهم الاباء الامهات ديالهم من المنازل وكيرجعوا بدون قرايه. السي محمد الخياط، تبارك الله عليك محمد الخياط من الرباط، الله ياخذ الحق فيهم في كروش الحرام. تبارك الله عليك السي محمد والشكر موصول لك. تبارك الله عليك اخي محمد، هذا تعليق رائع وكذلك، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق في اللي كان كما كنقولوا في اللي كان حيله وسبب. كنتمنى ايضا ورجوعا لمجموعه من التعليقات ديال المتابعين والمتابعات. الله يحفظك حبيبي بارك الله فيك. رجوعا الى تعليقات متابعي قناه شوف تي في اللي ارى يعني ما هي يعني الغيره ديالكم على يعني على وليداتكم. واش عندكم شي غيره على الولاد ديالكم اللي كتشوفوهم غاديين جايين؟ وكيف يعقل نخلي وليداتنا بدون قرايه؟ ايضا من امام قصر تيعيرمتس ومن امام مساحه سموها خضراء، اجواء رائعه ومثيره ورساله واضحه لكل مسؤول. فبارك من الطنز العكري، قهرتوا هاد الناس وقهرتوا هاد الساكنه وقهرتوا هاد الشعب. مجموعه من الوزارات ديال الدل، مجموعه من المسؤولين ديال الدل، ومجموعه من الاباء وامهات ديال الدل. والشكر ايضا الجزيل لكل المتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارج ارض الوطن، وتعليقات متابعي قناه شوف تي في اللي غادي يعني اللي غادي نعاود نرجع لهم وغادي تم يعني نشوف يعني كيفاش كيناقشوا هاد الوليدات هادو، ولا كيفاش يناقشوا هاد المتابعين والمتابعات يعني هاد الكارثه العظمى، هاد الطامه الكمرى ديال التعليم. وايضا عاوتاني كيف يعقل لعمال النظافه ايضا حتى هما نشوفوهم يعني بدون بدله؟ كاينين بعض العمال ديال النظافه مدينه الرصاني بدون بدله وفقط غير في الزعف انهم كينشطبوا الشارع ونقطه النظافه ومال النظافه ما نعرف منين فين كيديروه. مجموعه من المشاكل كاينين في هذه المدينه هذه، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، واكيد متابعي قناة الشعب نخليو واحد شويه لبث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن، ونقاش اخر باذن المولى عز وجل، ويحييكم بعود قناة شوف تي في بجهه درعتها في ليله ياسين حسيني، واللي دائما كيف ما كنقولوا متابعي قناة شوف تي في انني كنخلي لكم الرقم ديالي لاي واحد يعني غيور على منطقه او جهه درعتها في لالت، كنبعث قناه الشعب وللاستفسار على مجموعه من المشاكل ديالكم. رقم الهاتف اللي هو 06 00 25 35 71، رقم الهاتف اللي هو 06 00 25 35 71. نعاودوه مرة أخرى، 06 00 25 35 71. وأكيد متابعي قناة شوف تي في نلقاكم في بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن.